السلام عليكم. اليوم درس جديد ان شاء الله راح نبدي ويا الثريد دايمنشن اوف روتري شولدر كونكشنز. عندنا هذا الجدول اللي قدامنا اللي يوضح بيه الكونكشن نمبر اوف سايز، وعندنا الثريد فورم، وعندنا ثريد بير انش يعني عدد الاسنان لكل انش، وعندنا التيبر نسبة مئوية. نكمل هنا عندنا شنو هنا هذه القياسات اللي ان شاء الله بالصورة الجاية راح تشوفوها. عندنا البيتش دايميتر at gauge point اللي هي رمزها C، عندنا اللارج بين دايميتر اللي رمزها DL، وعندنا الفلات دايميتر اللي رمزها DLF، وعندنا السمول بين دايميتر اللي هي DS، وعندنا البين لينث اللي LPC، وعندنا المينيمم لينث اوف بوكس ثريد اللي هو LBT، والبوكس كاونتر بور عندنا LBC، وعندنا البوكس انسايد دايميتر QC. اوكي، هسه حاليا ننزل على اول كونكشن اللي هو ال NC23، او نبلش بال NC38 افضل، هو ال NC31 هم نفس الشيء. NC38 اللي هو اذا تذكرون قلنا عليه بالدرس السابق اللي هو 3.5 IF. اكو الثريد 4، شوف بادي من ال NC23 V38R، هذا الفورم مال هاي النوعيه مالت الاسنان اللي تبدي من NC23 NC38 وتستمر الى ال NC50. عندك الثريد بير انج هو مثلا هاي ال NC38 هو اربعة اسنان لكل انج. هذا هم ما راح يميز لك هواي ليش، لانه اكو نوعية اسنان هم نفس الشيء اربعة ثريد لكل انج. التيبر مالتي هو 16.6 تيبر، يعني خلينا نقول نسبة الميلان هيج. البيتش دايميتر هو هنا 96، شوف هنا شلون قاعد مكان النزول، يعني انت من تريد تقيس قطر هنا مكان نزول، ان شاء الله اوضح لكم اياه بال خلينا نقول عليه بال الرسمه الجايه. ايش عندك هنا؟ اللارج بين دايميتر 102، وهكذا الى ان تنتهي بالبوكس انسايد دايميتر اللي هو 103. هذا يعني اذا انت ردت تطلع بشكل كامل على هذه الوضعية، انا طبعا حطيتها بهاي الصور، حطيتها بالتليجرام على قناتي، تقدر تطلع عليها وتشوفها. احنا شنو اكو امور اريد نوضحها اللي هي الكونكشن هنا NC38 الثريد فورم مالته قلنا V.038R، يعني خلينا نقول V38R. هنا هذا الفورم الخاص بال NC38 لازم تعرفه، اكو V38 واكو V40 واكو V50 واكو V55 واكو V60، كل هذا كل واحد له فد شكل معين هو هذا يحدده. زين، وعندك هنا أنا تقدر تستفاد من البوكس انسايد دايميتر، يعني الانسايد مالت او الطول، تقدر تستفاد من الطول لارج بين دايميتر بيتش منها بين لينث، هذه بين لينث اللي هو ال بي سي ايش قد الطول مالته 101، هذه تقدر تستفاد من عندها. يميز لك من هو، يميز لك اذا هو ان سي 38 او ان سي 35، هذه تستفاد من عندها. شوف هنا عدل ان سي 23 و26 مساويات، هسه اذا تنتبه عليه 76.2 76.2 زين، هذا الطول مالتهم. هنا 88 بالنسبة للان سي 31، وعندك الان سي 35 هو 95، والان سي 38 هو 101. فهذا البين لينث تقدر انت بالفيتا تقدر تقيس الطول مالت الثريد للبين، مو للبوكس، للبين. اوكي، هسه خلي نروح للصورة هذه اللي قلت لكم عليها، خلي نشوفها.
هسه هنا عندك هذه الصورة اللي توضح لك اللي خلينا نقول عليها الرموز اللي شرحناها، اللي هي مثلا هسه عندك السي. السي هنا شنو هي؟ قلنا عليها البيتش دايميتر ات جيج بوينت. السي اذا تلاحظها موجوده هسه عندك بهذا الرسم بالنسبه للبن، خلينا نقول بالنسبه للبن هذه موجوده زين. عندك اللارج بن دايميتر اللي هو دي ال، هذه موجود اللي هو بدايه خلينا نقول عليه يعني المساحة اللي ما بيها انكسارات، ما بيها بداية الثريدات هيجي وتنزل، هذه أعلى نقطة زين قبل لا يبدي الثريد، أعلى نقطة اللي هي الدي ال زين. اللارج بن دايميتر، لارج بن دايميتر يعني أكبر دايميتر المن للثريد. عندك بعد شنو دي ال اف فلات دايميتر اللي هو يبدي من يبدي من استوى، يعني خلينا نقول بداية البدء بالثريد. السمول بن دايميتر الدي اس، الدي اس هو وين اكو ثريد بنهاية الانبوب زين، هذا هنا هو اقل دايميتر للبن، اقل دايميتر اليه يكون هذا هنا بطرف الثريد بطرف الانبوب زين. عندك ال LBC ال LPC pin length اللي هو يبدي من ال LPC يبدي من بداية القطع، هذه إذا تشوفها فوق من بداية القطع إلى نهاية، يعني خلينا نقول طول البن، ها طول البن شقد الشولدر، خلينا نقول عليه هذا الكتف مالتي والثريد. ال LBT المينيمم لينث اوف بوكس ثريد، LBT يبدي من خلينا نقول عليه من اول سن الى نهايه البوكس، هذا شنو هذا خاص بالبوكس. ال LBC LBC شلون بداية LPC بالبن؟ هنا لا، هنا يفرق عندك، هنا كان عندك LBT يبدي من بداية أول سن إلى نهاية البوكس، LBC يبدي من أول انحدارة زين للسن إلى نهاية البوكس. QC الكيوسي هو نعتبره شلون يعني قطر بوكس انسايد دايمتر، قطر داخلي للبوكس، بس وين منتهي؟ منتهي هذا وين مكان اللي يعني خلينا نقول عليها الطوق بنهاية البوكس، من عنده تقدر تقيس القطر مالته الداخلي زائد 0.79 الى 0.40 هيك يعني زين. هذا بما يخص العناء او الرموز. طبعا شوف هسه هنا البوكس اذا تنتبه ان 30% من هو الزاويه مالت السن، شوفها شلون يعني بادي، وعندك هنا اكو انحداره خاصه بالبن اللي هي 45، هذه هم هنا هاي زوايا هي اللي يعني يتحكمون بتركيبة هذا النوع من الأسنان. shoulder connection، هذا shoulder connection زين. طبعا هو drill bite ما يرتبط بالأسنان، اللي يعني يرتبط بمن خصوصا الاي اف يرتبط بالشولدر زين. انت تقدر شو تسوي؟ تقدر تطلع على هذا الجدول وتقدر تشوفها هذه بشكل اوضح، لانه الفيديو ما تقدر يعني توضح كل شيء به، بس تقدر تطلع عليها بشكل كامل وتقراها شوي شوي على كيفك راح. بس انا شنو انورك على شغلات رئيسيه بس، هيك خلي ببالك هذا الشيء.
حتى ما تصير يعني ظلمة عليك بالبداية. لا هسه انت افتهمت شنو الـ LPC شنو الـ LBC، يعني شلون طول الثريد بالنسبة للبوكس، شلون طول الثريد بالنسبة للبين، وهكذا. واضح الصور، وانا هم عايف لكم اياها كلها على التليجرام، تقدرون تطلعون عليها. هلا هذا الجدول هسه اللي هو راح يبين انواع الاسنان، هو يعني مدى تطابقها ويا نوعين من الاسنان البقيه. هذا الجدول هو جدول بعد ثاني اللي هو هذا، زين، التكملة لأنواع الأسنان. طبعا الأسنان راح تتفاجئون بيها. أول مجموعة اللي هي الـ IF، معناته الـ IF معناته internal flush، زين. طبعا هذا الاسم الشائع يسمونه common name، زين، الـ internal flush. طبعا بيعدد سايزات 238 إلى 4.5 IF، زين، وهم نفس الشيء. شنو اللي يتلائم وياه اللي هو 278 سليم هول، والانسي 226، وهكذا. اكو اكسترا هول، اكو سليم هول، اكو يعني دبل ستريم لاين. اهم شيء ننتبه لمن؟ للفي ار، للفي بوينت او 38 ار، هاي اذا تتذكرون شرحنا عليه. التيبر نفسه مثل ما شرحنا سابقا، ثريد بير انج اللي هو 4، هذا الاي اف. نفس الجدول نتحول به الى نوع اخر. نجي هنا هسه الفول هول الاف اتش، زين، سامعين به فول هول الاف اتش ان سي 40، عنده هو بس بالاربعة فول هول. وعندك الاكسترا هول اللي هو الاكس اتش او اي اتش، وعندك بي عدة قياس 278 إلى 5، وعندك السليم هول الاس اتش. هذه ترى انواع اسنان هاي معروفة يعني، بس احنا اللي نستخدمها هي معدودات على اصابع، اي اف وريجولار وفول هول. ويعني اكو اسنان خاصة بالكيسنج، واكو اسنان خاصة بالتيوبينج، بس احنا نتطرق للدريل بايب. زين، سليم هول قلنا اخر شيء اللي هو الاس اتش 278 إلى 4.5، ويتلائم ويا منو الان سي 38 3.5 انترنال فلاش، يعني ويا الاي اف اتش والفي 38 ار. وهم تذكرون قلت لكم الاربعه، مو اربعه اسنان لكل انش، ما نعتمدها لان اغلب هذه الاسنان كلها كان نفس الشيء. هنا عندك الدي اس ال، وعندك الان سي نمبرد كونكشن والاكسترنال فلاش. النمبرد كونكشن الان سي مثلا ان سي 40، ان سي 26، ان سي 38، وهم مقابلها ويا من تتلاهم، معناته نمبرد كونكشن. وعندك الاكسترنال فلاش، احنا مو كان عندنا انترنال يعني الاي اف، اكو اي اف اكسترنال فلاش، زين، يتلاقم ويا السليم هول ويا الاكسترا هول. اوكي، وهسه راح يعني ابين لكم عندي ثلاث صور خاصة بال في 38، في 40، في 55، زين، وتشوفوها، وفي 55 أو 65 نشوفها هسه. هذه هنا زوايا السن يبين لك هذا للفي 38 ار، في هو 38 ار، زين، وهنا أنا الفي 50 وفي 40 ايضا يبين لك زوايا السن مالته والتيبر مالته الخاصة به. يبقى عندنا ال 55، هنا عندك الفي 55، زين، هم يبين لك الزوايا مالته. هذه ثلاث انواع من الفورم للثريد.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.